أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول مد شوية يا حازم، مد شوية، لأنها دي مد لازم، 6 حركات. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله لك يا حازم. عندك كام سنة يا حازم؟ 14، 14. حافظ قد ايه يا حازم؟ نص القرآن. ما شاء الله، ربنا يحفظك. دي يعني لون جديد او مدرسة اخرى من المدارس. صوت جميل، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. وانا بقول يعني ان مصر مليئة بالمواهب والكنوز، ومحتاجة حد يكتشفها والله. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا حازم. طيب، الشيخ حازم عمل حاجة حلوة قوي، قال ايه؟ وشاق الرسول. طيب، ونقص المد شوية عن مقداره. طيب، المد اللازم ده يعني انت حتى يعني تشعر من اسمه انه لازم، يعني لازم تمده، ما فيهوش قصر، ما فيهوش الجواز زي مد المنفصل، لا. وشاق الرسول، تمام، الى اخر الآية. فبارك الله فيك يا حازم.